السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نخرجوا على المألوف اللي معتادين عليه، وغادي نوريكم الكوزينه ديالي كيف ما طلبوها مني بعض الاخوات. غادي نخليكم تشوفوها كامله ونوريكم بشويه بشويه. اول بلاصه غادي نبداو بها هي هذه. هنا عندي هذا الماس اللي درتهم بزاف في الفيديوهات وشافوهم البنات، طلبوا مني منين خديتهم، خديتهم من مرجان ب 240 درهم. يقدروا دابا يكون تنقص الثمن ديالهم. هنا عندي هذا المجير، فيه هذه الطبقه الاولى فيها المعالق كبار وصغار، الطبقه الثانيه دايره فيها الماس والفراشه، وهنا هذا الشيء اللي بقى لي من هنا درتو هنا. عندي هاد القريعات دايره فيهم السودانيه حتى في زيت الزيتون. لا ماشين، بالنسبه غادي نعطيكم غير واحد الملاحظه، بالنسبه لاربعه الاشخاص كافيه 8 كيلو. غير هو من الاحسن تختاروا لي توغ يكونوا طالعين، بحال انا دابا هنا عندي 1400 توغ. دابا غادي ندوزو لافابو. هنا انا كنخوي ما كنفضلش يكون عندي عامر، درت هاد البواطه هادي درت فيها تيدو جيكس اللي غادي نخدم بيهم. الشبكه ديال المعل ما كنديرهاش حتى تعكزني انني نرجع المعل لبلاصتو، من الاحسن حيدتها. نقيت ما لا لا ما نقيت هنا فين خص سير بلاتي دير هكا. دابا غادي ندوزو ديريكت لهاد البلاكار اللي فوق لافابو. عندي فيه الفوق عندي الخلاطات الكهربائية، وهنا ليمول ديال الحلوى، وهاد جوج مقالي مدلات. عندي ليمول ديال الكيك ديال الكيكات، صافي هادشي اللي كاين فيه، ما كاينش حاجه كثيره. وهنا راه عندي غير تيد وجافي، مواد التنظيف كلهم ديرهم هنا. هنا هاد المجوره عندي، هاد المجر الاول عندي فيه الطوابع ديال الحلوى. بحال دابا هنا عندي الطوابع ديال، الا بغيت نصيب لولادي صابلي كندير لهم هاد الاشكال. عندي هاد الطوابع ديال البلاستيك، طوابع ديال الحديد. هاد الطوابع هادو اللي عباره عن ارقام 0 1 2 3 حتى ل8 اولا حتى ل9. صافي هادشي اللي كاين هنا. عندي هادو ديال الحلوى، هادشي كاع خاصين غير بالحلوى. الطبقه الثانيه عندي فيها هاد ليمول ديال السيليكون، ديرهم هنا. صافي شي تخربيقات ديال المغرفه، الحكاكه، هادشي كامل هنا. دايره غير بابي الومنيوم، بابي سلفوريزي، صافي هادشي اللي دايره هنا، ماشي شي حاجه. هنا عندي هاد هادي اللي كنقرطو عليها الخضره، صراحه تنصحكم بها، هي زوينه بزاف. انكاسابل واخا ديال الزاج، يعني واخا يلعبوا بها ولادك ممكن يمشيو ليها، ما غاديش تهرس. هنا عندي هاد الشيتات، عندي معلقه هادي ديال العبار، وعندي هادو حتى هما زوينين. بالنسبه الا كان عندكم شي كاس سخون بغيتو تحطوه فوق الطابله، ممكن انها يخسر لكم الطابله، كتحطوا هادو وكديروا عليها الكاس. ومع ذلك انهم زوينين والثمن ديالهم رخاص بزاف، يعني 8 درهم هادو فيهم 4، وهادي دايره 30 درهم. هنا غادي ندوزو لهنا، عندي هاد الفران ديال الضو، كنطيب فيه الاغلبيه ديال الكيكات ديالي، مع انني عندي فران ديال البوطه كنطيب فيه الخبز. هادو كذلك خديتهم بالثمن ديالهم 13 درهم، بجوج ب 13 درهم. العجانه اللي ضروريه بالنسبه ليا، والبريصه ديال البانيني. غندوزو لهاد البلاكار، عندي فيه غير الطباسيل اللي كنخدم بهم يوميا، اما التواصل ديال الضياف كنديرو في واحد الماريو واحد اخر خارج الكوزينه. هنا عندي الاطريه اللي كتشيط ليا من فاش كنعمر القراعي الصغار ديال الاطريه كنديرها الفوق. هنا عندي مواد ديال الحلويات، الفاني والخميرات الشوكولات. هنا دايره غير الملحه واتاي قهوه، والفوق كيف كتلاحظوا درت البرما والكوامل والكوكوت، حطيتهم فوق باش نتهنى منهم ما يبقاش مبسطين في البلاكار. غادي ندوز البلاكار تحت منه. هنا دايره غير الكوامل اللي كنخدم بهم.
ديرا غير الكيسان هاد البلاكار هذا اللي دوزتو، ديرا غير الكيسان اللي كندير بهم اتاي في النهار العادي. هنا دير الكيسان ديال الزاج. غادي ندوز هنا لتحت، عندي هاد المجسم هذا باش نديكوري شويه الكوزينه. خديت هذا اللي كيدار فيه المعالق واخا صغير، خديتو الثمن ديالو ما غاليش بزاف 40 درهم، وهاد الصغور هذا خديته ب 10 دراهم. هنا هادي كندير فيها العواد ديال المعالق ديال العود، وهادو باش هادي باش زوينه ما تخليش الكيسان عندكم يبقاو معرمين، من الاحسن تعطيو ديكور زوين تعلقيهم. وهادي فيها زيت الزيتون وزيت المائده. غادي ندوزو دابا للبلاكار اللي من تحتها. هنا دايره لي بار، دايره السكر، دايره الدقيق، دايره الزيت، هادشي اللي دايره هنا. وهادي تلاجتي دايره فيها هاد اللعيبات هادو باش غير نلصقاهم، ودايره البروغرام اللي كندير في السيمانه يعني الماكله اللي كنطيب. ولهيها عندي واحد البالكون صغيور، دايره فيه الفران ديال الغاز، ودايره فيه كونجيلاتور، ودايره فيه عصريات كيف كيبان ليكم. وهاد البلاصه هادي درت فيها هاد العطريه، هاد القريعات هادو اللي الا بقيتها على خديتها ب 230 درهم من مرجان. وعندي هادي حتى هي حاطه انا حداها باش الا كنت كنحرك بشي مرقه بلاصه نحطها توسخ ليا هنا كنحط. وهادي هي المائده اللي كنخدم فوقها اغلبيه الفيديوهات، حاطه فوقها ديما كنحط فوقها هاد القراعي حيت ولادي كل مره كيبقاو باغيين الماء باغيين ما يشربوا. هاد القراعي زوينين ب 13 درهم، خديتهم من بيم وحاطه هاد وراء المطبخ. صافي هذه هي الكوزينه ديالي. وكنتمنى هاد الفيديو يعجبكم، واذا كانوا عندكم اقتراحات بغيتوني نديرهم لكم مرحبا بكم باي اقتراح. وما تنساوش ابوناو في قناه طبخ ليلى باش دائما يوصلكم الجديد ديالي.